كنت تبعين قناة ميديفير أو ماي فاليوس، بدلت لها الاسم ديالها، مبقاتش منها كوسنان مها كادوك. عرفت كيفاش نشرحها لكم مزيان؟ داك الكرانسمون، كرانسمون دي دون بالفرنساوية كتسمى، هي باللونجلي راه كاتبينها دانتال غارد ولا ما نعرف غارد كيت، الكيت الداخل زعما هاد الشيء، هاد لونسومبل اللي كاين الداخل والكيت اللي كاين الداخل. هما دايرين لكم التصويره ديال الليل، يعني اكثريه بصح كتوقع في الليل في النوم، في كيكونوا كيحلموا الدراري الصغار، ولا كتوقع حتى للكبار، ولكن اكثريه الاطفال ديك الحتيكه قد اسنانهم. وهو طبعا ضار جدا لصحه الاسنان، كيعوج السنان، وزائد على الازعاج اللي كان الواحد ناعس حدا هذاك اللي كيصوب بسنانه وكيحك بسنانه، يعني مزعج، وكتسمى حاله نفسيه اكثر. الطفل كيكون مثلا ستريسي النهار كامل، ولا مخلوع في من الامتحانات لي زيكزامان، ولا شي حاجه، حاله اكثر هي حاله نفسيه يعني كتوقع عند الاطفال. وانا ولدي كانت عنده هذه المشكله، ولقيت هذا بالصدفه على امازون، كنت كندور نشوف في الموقع ديال وانا نلقاه، وثمنه راه يعني هما كما تيقول لكم راه هذا مضاد، هاي باللونجلي مكتوب ضد داك الكراسم، قلنا داك الاحتكاك الاسنان، بالنسبه للناس اللي كتشخر في الليل تا هما، حيت ما كديروا الطبقه العليا والسفلى ما كيخليش داك المشكل ديال الشخير او الغونفلومون. وبالنسبه لكم بحال اباري دونتيغ كتقاد كتعدل شويه كما قلنا الاسنان، يعني ثلاثه كاين عندها ثلاثه ديال الادوار، وانا غادي نجربو معاكم. هو كنتمنى راها تكون واضحه، ها هي صافي دابا. ما عدا هذا الجزء هذا اللي شده دابا بيدي بصبعي بليتو، هذا الجزء ما غاديش يدخل، دخلوا هذه كلها، وهذا الجزء هذا ما يدخلش. فاش في الماء سخون، يكون سخون على 70 80 درجه. ها هي نحاول نبين لكم تكون قريبه، ها هي كتبان 70 80 درجه، وتخليوه. درت ما طايب ما سخون على 70 80 درجه كيطلبوا، وهذا ما بارد، باش غادي نديروه في الماء سخون ونخليوه. من بعد ما كتشوفوا منين الماء سخون بزاف على 70 80، شوفوا الشكل ديالها كي ولا، نحاول نقربوا حتى داك البخار كيطلع للتليفون، يعني ولا حجمه صغير، كان الحجم ديالو كبير لانه كيتقلص بالحراره طبعا، كان هذا هو الحجم ديالو، ما ولا حجمه أبين صغير، تقلص بالحرارة. ها 15 سكوند قالك 15 الثانية، ولكن هاد لابختي هاد الطرف هذا اللي كنشدو بسبعنا ما يدخلش في الماء، انه باش هو اللي غنشدو بها نتحكمو فيها فهاد الكوتير، باش نتحكمو فيه مزيان باش يدخل ما بين الاسنان. كنتمنى تكون الصوره واضحه، لان داك البخار ديال كيطلع شويه للتليفون، الكاميرا ديال التليفون. كنحاول نوريكم، نورمالمون ما خصوش يخرج من الماء، كنحاول نوريك بغيت نوريكم الحجم ديالو كي ولا. من بعد غادي تنشفوه هكا شويه، هذا راه نقي، يعني شي حاجه طبعا شي حاجه تكون نقيه راه غنديروه في فمنا يكون نقي ومعقم. وغادي نحاول نخشي في الفوق ديال الاسنان، خصو يقيس اللثه راه ما كيبقاش سخون، كيتجدد. من بعد قالك نقطعو هذاك الزائد الشايط اللي كيبقى في اللي كيبقى في شايط النعل العبار ديال الاسنان، ونقطعو هاد لابارتي حتى هي، وصافي تحط على الاسنان في الليل مع الطبقه العلويه اسفه، والطبقه الثانيه ديال اللثه ديال الاسنان ما بين زعما الاسنان واللثه. ونورمالمون ديرو في الليل، ولا ديرو يعني كبروتيكسيون سوا في الليل، بالنسبه قلنا الناس اللي كي او الاطفال اللي كيحكوا سنانهم تحكوا السنان ديالهم في الليل، وبالنسبه ايضا اللي بغى يدير بروتيكسيون بل كيدير شويه الرياضات العنيفه، وبالنسبه اللي بغى يدير حتى تجميل الاسنان. هذا دابا كيولي الحجم، كيولي الحجم ديالو، دونك ديروه 80 ولا اكثر باش يلا. وحاولوا تخليوا هذه في يدكم باش انا غير لابارتي التحتانيه ندخل، لان هذه من هذه هي باش كنشدو باش كيدخل ويخرج في الفم، وباش كنغسلوه، وفي الاخير غادي تقطعوها هاد لابارتي اللي شايطه. ها هي اصلا تيقولوها قال كوبي هذيك لابواني على فا،
لابواني، هادي لابواني قطعوها في الاخر. انا غنكتب لكم هاد المراحل لتحت في اسفل الفيديو ان شاء الله، باش الناس اللي باغا بالفرنسيه تعرف. وكنظن بالعربي رانا شرحت مزيان المراحل وبينت لكم كيفاش درت له. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. ما تنساوناش بعجبكم من الفيديو طبعا بارطاجيوه ونشروه مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا من هاد الطريقه اللي درت دابا. وطبعا ما تنساوناش من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. نتمنى نشوفكم بخير في فيديو اخر.